Chaudhary. البطلة باول شيداري من الهند هي أخرى تلتحق بمواطنتها الهندية باباريو جيداب، وبالتالي صراع هندي سيكون على الميدالية الفرنسية، بينما واضحة الميدالية الذهبية لأي بطلة السير إذا هي بونتيو ربيتيو في المركز الأول حوالي 300 متر على نهاية هذا السباق. البطلة وينفريد يافي من البحرين أيضا يعني تسير لخطف الميدالية الفضية، بينما سيصبح بالنسبة لبطولة آسيا يعني بعيد كل البعد بالنسبة لهذه البطلة. إذا دخول المراكز الثلاثة الأولى، إذا أول الميداليات بالنسبة لهذا البطولة بطولة آسيا في غيابة الدوحة العاصمة القطرية عاصمة الرياضة العلمية. إذا استاذ خليفة المونديالي في قلب العاصمة الدوحة أولى الميداليات وأولى الميداليات، وشفت اللحظة في